السلام عليكم. اليوم نتكلم عن آخر مستجدات أوفرواتش وعن بعض الإضافات القادمة في المستقبل القريب. مؤخرا ظهرت بعض التفاصيل عن شخصية جديدة، فتاة تدعى إيفي أولاديلي وتبلغ من عمر 11 سنة، وهي من دولة نمباني، وهي مخترعة روبوتات وتتمتع بالذكاء وحازت على جائزة النابغة العبقرية. لديها حلم بأن تود بناء شيء عظيم يحمي الناس من الخطر، لكن السؤال هو هل إيفي ستكون الشخصية 24 في أوفرواتش؟ هذا شيء مستبعد لأنها صغيرة في السن ولا يمكنها المشاركة في القتال، لكن كونها مخترعة روبوتات قد تكون من اخترعت الآلية العنكبوتية أنكورا، وهي آلية من الأومنيك. وتم تلميح لإيفي وأنكورا في عرض قصة سومبرا، وفي الحقيقة سومبرا لها صلة بعدة أشخاص في أوفرواتش وعندها معرفة تامة بأسرار العالم. عموما في العرض ظهرت عدة روابط تدل على عدة أشخاص، مثل عين إيفي مربوطة بدولة نمباني وأيضا مربوطة بالعنكبوتة أنكورا، وأخيرا مربوطة بقفاز دونفست. وتوجد عدة نماذج لأنكورا بأشكال وأحجام مختلفة، منها الصغير ومنها الكبير، وظهرت في عروض متعددة من عروض أوفرواتش، لكن حتى الآن لا نعلم الشكل المعني بالأمر. عموما من المتوقع أن تكون أنكورا هي الشخصية 24، وأتوقع أنها تكون من قسم الدفاع أو التانك، وهذا يعتمد على حجمها. واحدة من المستجدات أنه سيتم عرض قصة ماي في المستقبل القريب، وممكن أنها تكون على شكل عرض سينمائي أو عرض قصير أو كوميك. واحدة من الأمور المهمة القادمة هي تحديث ضخم لباسشا، بإمكانه التحول لوضع التشكيل أو الكونفجريشن بسرعة، وأيضا بإمكانه إسعاف نفسه أثناء المشي، وبإمكانه تحمل وتفادي عدة قاضيات مثل قاضية ريبر أو جنجي وهكذا، وبهذا يصبح باسشا واحد من أقوى وأهم الشخصيات باللعبة. وأيضا الموسم الرابع من أوفرواتش يبدأ في 28 من شهر فبراير، وأتمنى أن يكون موسم عادل من ناحية توزيع النقاط. وأخيرا بليزرد تخطط لعمل حدث في شهر رمضان، وهذا أمر رائع جدا، وقد تكون هناك إضافات رائعة من ملابس وغيرها، وقد تزين المراحل بالفوانيس والأكلات الرمضانية وهكذا. عموما هذه كانت بعض مستجدات أوفرواتش القادمة في المستقبل القريب. أشكركم على المتابعة وشاركونا آراءكم في التعليقات، وإذا عجبكم المقطع لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير، وحتى ذلك الحين أستدعيكم الله والسلام عليكم.